متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم. حنا الان تنتواجدوا في منطقه سمولي رشيد بمدينه الدار البيضاء، الخلف ديالي العماره اللي انهارت يوم السبت 4 يونيو 2022. علاش العماره انهارت بهذه الطريقه البشعه، وكيفاش واش كاينه واحد السلامه تاع البناء على مستوى الاوراش اللي تتم في مدينه الدار البيضاء؟ كان لنا اتصال مع السي محمد مرزوق مسير الاوراش اللي غيقدم لنا مجموعه من التوضيحات في هذا السياق. هذه اجي نشوف واش قال لنا. سي مرزوق، شنو الاسباب اللي خلات هذه العماره اللي الخلف ديالك تنهار بهذيك الطريقه يوم السبت 4 يونيو 2022؟ كاين بزاف العوامل. العامل الاول بعدا كاين الزربه، طاج فوق طاج فوق طاج مجربين، وهما لاحوا الدارق نهار السبت، لاحوها في العشيه، هبط كل شيء. وشنو السبب؟ هما كيلوحوا في الدار الفوق، وكاين مال هذوك الياجور الاحمر جابوا الياجور كيحطوا فوق فوق الريتشوسي، كيحطوا في البريمير، كيحطوا في الدوزيام. اذا لانجينيور ديال البيتون ارميش كيدير الكالكيل ديالو، كيجيبو من الكاتريم ايطاج كيدير الكالكيل، وكتكون لا شارج بيرمانو خصو يريسبكتيو. دابا الشاف شونطي اللي كان مسؤول خصو عنده ان بلون يمشي لا ليجون ويشوف البيريديتود الكالكيل ديالو شحال داير، واش 600 كيلو بار متر كاري ولا 700 كيلو بار متر كاري. هو ما شافش هذا الشيء. المعمول جا، هما خدامين في الدار، الاخرين كيحطوا في الورد، يرونوا هذا الدار. المعمول تقل عليها وباقي خضره الدار الفوقانيه، وكل شيء نازل على الدوزيام والتروازيام. اذا الكاتريام فيه واحد لاشارج كثيره ونازل على شو يقول لي التروازيام، والتروازيام فيه واحد لاشارج كثيره وتلاقاو بحال الشكل ديالك نطيحه السحاب اللي طاحت في امريكا، الكالكول ديالك كيف جاري باش طيحوها. هذيك الطياره ضربه في النص، اذا كاينه 100 طن فوق نزلت على 100 طن تحت نزلتها. هذا الشيء اللي وقع بحال هكا. انسان بغى يزرب كاين وسائل، كاين شركات ديال البيطون عندنا الحمد لله في المغرب موجود داك الشيء. غادي نمشي لعند شركه اس تي بي كدير البيطون، كاين لافارج، كاين بيطون سيم، كاين بيطون ماروك، كاين بزاف. غايتقول لهم اخويا غايتعطيني البيطون هذا، كانوا يخلطوا الرسم الدوزاج ما عندهمش، هاي الحق وخلط بالبالا وكروشي وطلع بالمونتشارج وخوي. كاين وسائل، سير اخويا عند مي البيطون غايجيو يعبروا لك هما شحال ديال البيطون خاصك. ملي غادي يعبروك البيطون غتقول لهم الله يرحمهم غتجيبوا لي لا جيفون سيراتو دو بريز، باغين انا البيطون يكرم فيه ساع، غادي يجيبوا لك لا جيفون حتى لعندك هنا ويديروه في سميتو في التوبي ديال البيطون يمالاكسي ويطلعوا لك بالبومبا خوي ساعتين يكرم. عندك لي زوبريفيت كتعمرهم ديال 7 جور، وهو على ساعتين يعطيك الريزلت ديال 7 جور. هذا هو شو يقول لي في كاين المسؤوليه تاع المهندس تاع المهندس كيجي كيعطيهم لا ريسيبسيون ديالو، كيشوف الفيرايا ديالو وين هذا الشيء. الشيء الاخر كيتحملوا المسؤول هو رئيس الورش، هو اللي خصو ما يخليش الياجور يتحط، يقسموا الياجور بغى يحطوا يقسموه، حط هنا واحد شويه، حط شويه هنا، حط شويه. ملي كتشد واحد البلاصه وحطيتي زربان باغي تحيد الضلق، يبدا العطاشه خدامين في الياجور. هذا هو المسؤوليه الكبيره. يعني كما تيقولوا المغاربه ما خلاوش هذيك الدارة تكرم شويه وتشد. هذا هو القانون، خاصها تخليها تكرم وديك الساعه، وما تحطش حتى ورد بريكه، ما تحط حتى تحيد الكوفراج وتطلع الصندوق، طلع الياجور من هنا والياجور من هنا، وعاد ديك الساعه بدا خدام وانت زرب عليه صرف عليه. هذا الشيء اللي داروا هما. وكاين في كاين واش ما كاينش المراقبه، المراقبه تاع السلطات، المراقبه تاع المتابعه؟ راه خاصها المراقبه اولا، هذا الشيء خاص الدوله جماعة بدا تراقب. مول البيريديتود شاد عند هذا غيعطيه لا ريسيبسيون هنا، وما يمكنش اللي غادي يبقى مقابلو حتى يكون البيطون وكلشي صافي. عطى شاف سميتو الحديد ديالو اللي كاين في البلان هو هذاك، اذا عطاه لا ريسيبسيون تيرياج وعطاه البونت كولاج، وغيمشي شانطي اخر عنده في اكادير، عنده في مراكش. هنا خص المراقبه ديال الجماعه، غادي يكون التقنيين ديال الجماعه يراقبوا، ورا البيريديتود نهار تكون شي ضلق يصيفط الجماعه، تصيفط واحد تقول لي سير راقب الله يرضيك. غادي يشوف هذاك الياجور كيتحط، يقول لهم لا ما تحطوش الياجور، حتى الدوله تعاون، ماشي خاص بيريديتود. البيريديتود مسكين راه مغلوب على امره، راه شاد شانطي هنا وشاد شانطي هنا وشاد شانطي هنا، هذا هو اللي كاين.